علاج. قبل ما اطلع فاصل، كمان الطفل اللي كان سقط في بلاعه في البحيره، قلنا كمان نحقق الواقعه يعني من هناك بشكل مباشر ونشوف مشهد نجده كثيرا بسبب اهمال المحليات او فساد المحليات، سميها زي ما تسميها. تتكرر بين حين وآخر حوادث السقوط في بالوعات الصرف الصحي المكشوفة نتيجة الإهمال. وفي مركز دمنهور بالبحيرة سقط طفل في السابعة من عمره في بالوعة صرف مكشوفة ففقد سمعه وبصره على إثرها، فضلا عن عدم إمكانية تناول الطعام إلا من طريق فتح حنجري، ولم يعد أهله قادرين على مواصلة نفقات علاجه الضخمة. دي البلاعة اللي ابني وقع فيها حضرتك، البلاعة ديت عمقها 4 متر ماشي، ابني وقع فيها قعد فيها أكتر من نص ساعة عبال ما الأهالي جم طلعوه. حضرتك أنا بقول يعني البلاعة ديت جنب الرصيف، ابني يمشي فين؟ يمشي في نص الشارع عشان عربات تهرسه ولا يمشي جنب الرصيف؟ المفروض يمشي جنب الرصيف، المسؤولين ما بيتحركوش، المسؤولين ما اتحركوش ولا سدوا البلاعة ديت غير بعد 7 شهور من ابني في البلاعه، وهي على بعد امتار من المحافظه، يعني المحافظه مش بعيده عن هنا. بلاعه مكشوفه في الطريق تسببت في وجود ابني في الحاله دي، بعد ما كان طفل بيجري ويلعب قعد نص ساعه تحت الميه اقل حاجه في المجاري، واللي اثبت الكلام دوت المزارع والدكاتره يعرفوا الكلام ده، المزارع اللي اتعملت لزياد من البصاق ومن الدم اثبتت ان النوع الميكروب النوعين الميكروبين اللي موجودين في الميه وفي الدم عند زياد هما ميكروبات مش موجوده غير في فضلات الحيوانات وفقط. اذا هي مياه صرف صحي ايا كانت بقى مختلطه بمياه ري او لا مش مسؤوليتي. انا بدافع عن قضيه زياد عشان هي قضيه مجتمع وقضيه نشأ، احنا بنربي عيالنا وبنخلفهم وبنعلمهم بنلبسهم وعايزينهم يبقوا حاجه. احنا ابننا ده عاوزين نعالجه، احنا معناش فلوس معناش حاجه ما حلتناش حاجه، البيت اللي قاعدين فيه ده بيت ام الراجل ده، بنين دي اوضه اوضه، اسال ابو ياسمين ده اوضه اوضه وصبنها معناش فلوس، ولا عاوزين ايه نتعالجهم العلاج الصح عند الدكاتره الصح. وكيل وزاره الصحه جالنا المستشفى وتصوروا مع ابني وقالوا احنا متكفلين بحالة ابنك لغاية اما ابنك وقف على رجليه وسابونا ومشونا. وبعد كده قالوا المدير المستشفى والد زياد ما تطلبهوش في فلوس خالص، احنا متكفلين بحالة زياد، مستشفى خاصة ما تطلبش والد زياد ولا مليم، احنا متكفلين بالحالة. مشوا من هنا المحافظة. تاني يوم المدير المستشفى طلب مني فلوس، قلت له حضرتك المحافظه قالت لك احنا متكفلين بالحاله وما تطلبش والد زياد بالفلوس، قال لي لا انا بتصل بالمحافظه، المحافظه بتقول لي المحافظه ما بتردش عليا. ماشي، نقعد 4 5 ايام استلف فلوس من هنا واستلف فلوس من هنا وادفع للمستشفى، وكل يوم اصحى الصبح افتح عينيا على روشته ب 1200 1300 1100. حاله ابني هو ميت كلينيكيا، ما بيشوفش، بيسمع من ودن واحده 90%، مركب شقه حنجري في زوره، عنده شلل مخ وشلل عصبي، ضمور في العضلات ماشي. ورحنا المستشفى العام رجليه عجزت. ابني محتاج مستشفى خاصة أو محتاج سفر بره، مستشفى حكومية عجزته. طبعا هنا يعني سقوط طفل في بلاعة مجاري يبقى فيه قاتل يعني، والقاتل لن يحاسبه أحد ولن يسائل يعني. ده أنا حتى سامع أنهم كمان ده بيتهموا الأسرة نفسها أنها هي اللي أهملت مش هم يعني، يعني أنك تسيب بلاعة مفتوحة بهذا الشكل يعني مش أنت القاتل يعني، أو اللي تسببت في المأساة اللي حدثت للطفل. يعني للأسف ما أكثر المآسي التي تحدث بنفس السيناريو بسبب عدم وجود محليات في مصر. في واقع أيضا